السلام عليكم، مرحبا بكم معنا خوتي. كما نعرفوا الغسالة النسائية كي تبوشا ما نقدروش نعرفوا وين راهو نبوشي، لكن في الغسالة الآلية نقدروا نعرفوا، لأن الغسالة الآلية كي تكون راح تعصر تخرج كاع الماء اللي فيها قبل ما تبدا تعصر. يعني إذا كان فيها انسداد راح تخرج الكود وتحبس. هذه الغسالة خاوتي وفيها انسداد، راني داير لها الماء كما راكم تشوفوا. راح نسيوها مع بعض ونشوفوا جميع المراحل وين تقدر تبوش الغسالة. ابقوا معنا. المرحلة الاولى راهي هنا خاوتي، نفتحوا هذا ونزيدوا نفتحوا هذا. نروحوا المرحلة الثانية. المرحلة الثانية خوتي، نحو هادو تيهوات ونديري فيهم بالك شنو فيهم داخل. هذا تيو اللي يخرج الماء. فيه شوية صرف داخل، هذه خاطي هي المرحلة الثانية. الفومبال عندي مونطيوها كومبلي، نفتحو لها لي فيس من هنايا ونشوف. أنا الفومبال راني ديجا فاتحها، لقيت فيها مشكلة. راني درتلكم هذه برك، تعرفوا باللي قادر يكون كاين انسداد هنا. بعد ما كملنا نطوينا التيوات تاعنا، نعاودو نبلاصي كل حاجه كما كانت.
عاودنا درنا لها الماء. دوكا نسيو البروغرام تاعها اخوتي، البروغرام تاع لي سوراج. السوراج رابيد 6 دقائق ديبار. وبهذا نكون كملنا الفيديو تاع اليوم، الانسداد تاع الغسالة. خاوتي اللي ما فهمش كاش حاجة يسقسيني في لي كومونتير، كاش حاجة ما فهمهاش نوريلو. وهذه هي، والسلام عليكم.